قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ظنا مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهم تقصير. وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن علي دم، ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ أقول لا تفعل شيئا، لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال العلماء رحمهم الله لا واجب مع العجز. ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة أرجو أن تكون نافعة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل أن يحج، وإذا أراد أن يعتمر فليعلم أحكام العمرة قبل أن يعتمر، وهكذا بقية العبادات، حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم، وحتى لا يقع في الزلل والخطأ، ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشره من هذا الخطأ. أنصح إخوان المسلمين كلهم هذه النصيحة، أن لا يقوموا بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوها. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب العلم قبل القول والعمل، وصدق. أما هذه فكما قلت أولا لا شيء عليها لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها، وليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية في ترك الواجب أنه يصوم 10 أيام، وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، فنقول من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل، ومن لم يجد سقط عنه، إلا دم المتعة والقرآن، فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم.